جديد عن عدم التسرع وعدم اتخاذ ردود سريعه. انا كنت عملت استفتاء كده اللي هو سالتكم في البوت بتاعنا او البوت في الكوميونتي، ايه اكتر صفه ممكن تكون بتضايقكم من نفسكم وعايزين تتغير فيكم وعايزين ان انتوا تحسنوها في نفسكم. انا كمان عندي المشكله دي على فكره، مش عايزه اقول ان انا بقيت احسن، بس انا بحاول ان انا اعالجها في نفسي، ان انا يعني لما بتعصب ولما بتنرفز بدي ردود فعل سريعه جدا جدا وبخسر كتير قوي وببقى متسرعه ويعني بسرعه، لان انا انفعاليه، شخصيه انفعاليه. يمكن ده كبرج العذراء، ان هو العذراء لما بيتعصب بيبقى شخصيه انفعاليه جدا. ومش برج العذراء بس، كل الابراج تقريبا في ناس ما بتعرفش تتحكم في انفعالاتها، وفي ناس شاطره جدا في التحكم في انفعالاتها زي برج الجدي مثلا. برج الجدي بيبقى شاطر جدا ان هو يتحكم في انفعالاته، يهدى يهدي نفسه. برج الابراج برضو اللي بتتحكم في انفعالاتها، لا انا بشوف الجدي ذا بيست يعني. طيب فالنهارده عايزه اقول لكم ايه اكتر حاجه ممكن نعملها علشان نعالج مشكله التسرع وردود الافعال المتهوره. ناس كتيره مننا جدا بنعمل حاجات ونرجع نندم عليها، يعني مثلا واحده تروح تقول لجوزها طلقني 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 وهي متعصبه وبتخانقوا مع بعض يوم بطلقها، تيجي بعد كده تفضل طول حياتها تندم. واحد مثلا متعصب من خطيبته يوم فاسخ الخطوبه، حد بيحب حد تتنرفز منه لاي سبب من الاسباب فجاه يقول له لا احنا مش هينفع نكمل مع بعض يلا نسيب بعض، فهكذا. يعني دي مشاكل بتواجهنا كلنا، وهي ان احيانا في ناس مننا لما بيكون عندهم حصل موقف بيتم انفعالهم بطريقه سريعه، بيدوا رياكشن سريعه، وده ممكن حتى تضرك في شغلك. يعني ممكن اعرف ناس كتيره قوي مشيت من الشغل وسابت شغلها بسبب ردود افعال سريعه، تهور، قرارات متهوره من غير تفكير. طيب ازاي نعالج الموضوع ده؟ يعني انا هقول لكم، انا بقول لنفسي الكلام ده، يعني انا مش هقول لكم ان انا عملت هيلينج لنفسي بنسبه 100%، انا حد هذه اللحظه بتضايق من نفسي ان انا متهوره ومتسرعه وبدي ردود فعل غبيه. يعني انا بحب استغبى نفسي احيانا على فكره عادي جدا، ويعني one of the people who is so close ليا برضو قال ان المشكله دي موجوده فيا، موضوع التسرع وردود الفعل المتهوره. طيب ازاي بقى نعالج الموضوع ده كلنا مع بعض كده ونساعد بعضنا؟ رقم واحد يا جماعه الصبر. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام وحتى في القران وكل حاجه يعني وصانا بالصبر، يعني حتى في القران قال وبشر الصابرين، يعني الناس اللي بيصبروا دولت هم اللي بيقدروا ينجحوا فيما بعد. فالصبر دي سمه لازم كلنا نحاول ان احنا نعود نفسنا عليها، ندرب نفسنا عليها. هي ممكن ما تكونش سهله قوي ان انا يلا انا قررت ان انا اكون صبور النهارده وهبقى صبوره لا، هو الموضوع بيحتاج تدريب وبيحتاج تريننج، والموضوع مش سهل. يعني الموضوع بيحتاج ستابس، يعني بيحتاج ستابس علشان تبقى شخصيه صبوره وتقدر تصبر. طيب ازاي نكون صبورين؟ يعني لازم نحط قدامنا في كذا بوينت. اول بوينت ان انت يعني ان انت تشوف ايه الحاجات اللي صبرت فيها وكانت ايه النتائج لما انت صبرت. يعني جيب ورقه وقلم كده اقسمها نصين وقول ايه الحاجات اللي انا صبرت فيها ولما كنت صابر يعني ايه اللي حصل، يعني ايه اللي حصل او النتائج الايجابيه اللي حصلت، ولما كنت متهور ومتسرع في مواقف معينه ايه النتائج السلبيه اللي حصلت. لان طبيعي جدا جدا في العجله الندامه، ياما في ناس حياتها راحت بسبب على فكره التسرع وبسبب عدم الصبر، يعني بسبب حوادث سيارات وحوادث، وده برده نوع من انواع التهور والسرعه والتسرع وردود الافعال السريعه. فانا شايفه ان التسرع ده بيؤدي الى الهويه بصراحه، وانا بعاني منه يا جماعه على فكره. انا بحاول اهيل نفسي او بحاول ان انا اعالج نفسي منه. يبقى رقم واحد اعمل كومباريزن كده ما بين ايه الحاجات اللي انا يعني فشلت فيها وخسرت فيها بسبب عدم صبري، والحاجات اللي نجحت فيها وقدرت اكمل بسبب صبري. ده نمبر 1. نمبر 2 التريننج او التدريب. يعني هو الموضوع مش هيجي انا قررت ان انا اكون صبوره النهارده يلا بينا وفجاه ابقى صبوره، لا، الموضوع محتاج فريكوينسي، محتاج استمراريه، محتاج ان انت تهدي نفسك، تعمل مديتيشن. مديتيشن ده يعني انا بقيت بعمل كده يا جماعه، لما ابقى خلاص متهوره وممكن اعمل رد سريع اعمل مديتيشن اللي هو تمرين النفس، اللي هو خد شهيق بقى تسحب نفس كبير وتسيبه وتكتمه جواك وتطلعه من بقك، تعمله مثلا كده 10 مرات، تحاول ان انت تهدى. الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا برده بحاجه كويسه جدا جدا، ان انت تقوم تتوضى. الوضوء ده بيطفي النار اللي جواك. وبرده حاجه تانية، لو انت قاعد وانت متعصب قوم اقف، لو انت واقف روح اقعد، اتمشى، حاول تغير وضعك اللي انت قاعد فيه عشان ما تاخدش، يعني ان انت غير الوضع اللي انت بتلهي عقلك الباطن بقرار تاني، ان انت هتشغل نفسك ان انت لا انا كنت قاعد هقوم اقف، لا انا واقف هقوم امشي،
دي نقطة مهمة جدا. برضو النقطة المهمة قوي قوي ان انت تكاونت، دي كنا بنعلمها للاطفال ولحد دلوقتي انا بقول لعمر كده كاونت قبل ما تاخد قرار، عد لنفسك، مش هقول من 1 لـ10، عد من 1 لـ30 او من 1 لـ20 قبل ما تقول اي كلمة، لان ممكن كلمة واحدة بس تقولها تخرب حياة، كلمة واحدة بس تقولها تبوظ حاجات كتيرة جدا. فانا دي سلسلة رقم 1، انا هعمل فيديوز تانية، بس انا بليز يا جماعة حاولوا ان انتوا ما تدوش رياكشن سريعة. انا بجد انا والله العظيم كراشة انا خسرت حاجات كتير قوي قوي في حياتي، وحاجات مصرية بسبب عدم صبري، وبسبب ان انا مستعجلة، وبسبب ان انا عايزة اخد رياكشن سريعة، وبسبب ان انا يعني بسبب ان انا ما فكرتش كويس. فكروا، استخدموا عقلكم، اهدوا، هدوا نفسكم، تعلموا ان انتوا تعملوا مديتيشن لنفسكم، يعني حاولوا تتحكموا في انفعالاتكم عشان خاطري. والله العظيم يعني عدم الصبر ده بيؤدي الى كوارث مصرية يعني. فبليز يعني اتمنى ان انتوا تعتبروني اختكم الكبيرة، اختكم الصغيرة، ويعني انا بحيي فعلا الانسان اللي بيتحلى بالصبر ده، انسان لو هو موجود في حياتنا اللي هو مش انفعالي وان هو مش بيدي ردود. يعني مثلا برج السرطان برج انفعالي جدا جدا، برج الحمل برج انفعالي جدا، برج مين انفعاليين قوي برضو، العقرب مش انفعالي على فكرة، العقرب بيهدأ، الحوت على فكرة انفعالي برضو لما بيتعصب، ده الحوت يعني يعتبر سيريال كيلر قوي جدا. قولوا لي يا جماعة انتوا ايه رأيكم، وانا دايما هعمل في الكوميونتي اسئلة، وقولوا لي. وعلى فكرة انا مش هقول ان انا احسن واحدة في الدنيا، انا كمان متسرعة، انا كمان بعاني في حياتي بسبب التسرع، بعاني في حياتي بسبب حاجات كتير. خلونا انا كده نكوميونيكيت مع بعض، ولو اي حد عنده انا هعمل جزء تاني، لان انا محتاجة ان انا اقفل دلوقتي حالا عشان I have something to do. بس قولوا لي تحت انتوا كمان بتعملوا ايه عشان تعالجوا التسرع وردود الافعال المتهورة. طيب شكرا، بحبكم، thank you، اتمنى ان انا اكون يعني سبب في افادتكم في حاجة النهاردة، بحبكم قوي قوي، باي.